السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنتكلم مع بعضنا ال الرافاولي او الكورت جوز هند، حاجه جميله قوي ان شاء الله بتعجبكم ومش مكلفه، وتعمل في الفرن او تعمل في البيت عادي. بناخد 150 جرام لبن، كل ده على النار يعني. 150 جرام لبن، بناخد 50 زبده، دول بيغلوا على النار. اول ما بيغلوا على النار بنزل عليهم بنص كيلو شوكولاته متكسره مكعبات مبشوره زي كده اي حاجه. بعد ما انزل بالشوكولاته واقلبهم كويس بنزل بربعين جرام جوز هند. بعد كده الحشو بتاعهم بكورها زي الكور، والحشو بتاعها بتبقى يا لوز يا بندق محمص اللي موجود عندي يعني. ممكن اسال على المكسرات خالص. خليكم معانا. انا كده خدت اللبن على النار هو والزبده يغلي معايا، بنزل بالشوكولاته. بعد الشوكولاته بقلب عليها بالراحه على نار هاديه، انزل بالجوز هند. كده اللبن جاهز اهوت مع الزبده، انزل بالشوكولاته واقلب. طبعا نار هاديه خالص، اهم حاجه انا اقلب عليها عشان ما تفتحش تنزل من تحت. نار هاديه على الاخر اهوت، اقلب يسيح معايا بس الشوكولاته كويس، اروح نازل بايه؟ بجوز هند. كده يا جماعه الشوكولاته ساحت معايا، ما استناش عليها لما تغلي يعني، اهي تبقى سخنه معايا، تبقى دافيه معايا، ما يبقاش بتغلي معايا وتفرطك جوه زين الشوكولاته. كده خلاص اهو، انزل بجوز هند شويه شويه اهو. كده حطيت الجوز هند 400 جرام، بقلب كويس. بعد كده اسيبها تبرد سنه، اقوم اكورها واحط جواها ايه اللوز، احط جواها البندق، احط جواها اي حاجه، احط جواها فريز، اي حاجه عايز احطها جواها تتحط عادي. وكده يا جماعه اهي العجينه اهي، اهم حاجه تمسك فيه زي كده تبقى ماسكه ما يبقاش فيها التمليل اهي. اروح جاي ايه عم كورها كده وفتحها ونص، عادي بندق من جوه او لوز، يا بندق يا لوز، واحط الايه المكسرات بتاعتي او من غير مكسرات خالص، واروح مكور كده اهو. اهم حاجه تبقى يعني ايه مدوره بالراحه اهي، وهي احطها في الجوز هند. بعد ما احطها في الجوز هند ارصها في طبق التقديم بتاعي، هي ماسكه نفسها اهي، ارصها في الطبق دي طبق التقديم بتاعي. خليكم معانا. وكده يا جماعه هي بعد ما اكورها هي ماسكه نفسها اهي، مش محتاجه حاجه، بس انا بديها مكسرات من جوه، ممكن تديها كريز، ممكن تديها بلح، تمر، اي حاجه، بس انا بديها بندق قدام قوات، البندق تبقى قطعه من اللوز يعني، بس اهم حاجه المكسرات تكون محمصه يعني لو حطيت لوز يكون اللوز محمص، حطيت بندق يكون البندق محمص. قد كريز ما فيش حاجه خالص، هي كده مش محتاجه حاجه يعني. يعني قدامكم الحته اللي واحده عامله ازاي مش محتاجه حاجه. بروح جاي على الفتحه اهو، وحته بندايه، واقفلها تاني كويس. افضل اكور فيها براحه كده اهي وهكذا. وكده يا جماعه اهو عملنا رافاييلو مع بعض، حاجه يعني ايه زي الفل اهي. هنقول كده بعدين ان شاء الله مع بعض تاني. حطيت 150 جرام لبن، حطيت 50 جرام زبده، صحوا مع بعض على النار، وزدت عليهم بالشوكولاته 500 جرام شوكولاته سايحه، شوكولاته عاديه بيضه. بعد ما زدت الشوكولاته لفيتها لفتين على نار هاديه، نزلت بجوز هند 400 جرام، 400 جرام جوز هند و200 جرام جوز هند اللي انا ايه اللي انا بقلب فيهم دول، اللي انا بقلب فيهم الكور دلوقتي كده. زي ما انتم شايفين اي حاجه يعني حاجه زي الفل، ومحشيه طبعا من جوه زي ما احنا قلنا، محشيه بندق من جوه، حاجه زي الفل. وطبعا الحشو ده بتاعكم انتم، ممكن تحطوا جوز هند بتاع ده فستق، ممكن تحطوا كريز، ممكن تحطوا الحشو ده بتاعكم انتم. الحشو ده اللي الحاجه الموجوده يعني، ممكن ما تحطوش حاجه خالص، بس هو اساسا اللوز او البندق يعني، يا لوز يا بندق. واحلى حاجه فيها يعني هي بتخش الفرن يعني، يعني لو عملناها ما تخش معانا خمس دقائق، وحاجه بسيطه وجميله وتعجب الاطفال يعني في البيت وتعجب الكبار كمان. اقول كده يا جماعه بديل تاني،
حطيت 150 جرام لبن، حطيت 50 جرام زبده، صحوا مع بعض على النار، نزلت عليهم 500 جرام شوكولاته بيضه، قلبت التلاتتين لما فكت منه وساحب، نزلت بجوز هند، سبتها بتاع نص ساعه بس لغايه لما تشد شويه الشوكولاته. بعد ما شدت معايا الشوكولاته رحت حاطط 400 جرام جوز هند. بعد كده كورتها زي ما اوريكم في الفيديو، كورتها كور وحشيتها من جوه بندق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.